بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم أفضل طريقة لربح المال من الإنترنت. هو مفعم بالمخاطرة لكنه أمر جيد جدا ومجال من شأنه أن يجعل منك مليونير في غضون سنوات عديدة وقليلة فقط. نعم الإخوان، فهذا الأمر بسيط جدا ويمكن لأي شخص أن يعمل عليه، فقط يجب عليك أن تعرف بعض الأصول لهذه المجال أو لهذا المجال. فالمجال الذي نتحدث عليه وهو مجال التداول، لا تسمع بالتداول وتفزع، فالتداول أمر بسيط جدا، فقط عليك أنت الأصول وأيضا تتجنب بعض الأخطاء. فالتداول مهنة جيدة جدا ومهنة خطيرة أيضا، فقط تعلم بعض الأصول وسيكون لديك مستقبل زاهر إن شاء الله. فهذه قناتنا قبل البدء في الشرح هذا الموضوع، فأرجوكم أن تقوم بالاشتراك في القناة إن كنت مهتم بالموضوع، ولايك الفيديو أيضا إن أعجبك المحتوى. ولدينا مسابقة بقيمة $100 بمناسبة وصول إلى 10,000 مشترك، سنقوم بإهدائها لشخص أو شخصين حسب. سأقوم بوضع استفتاء في منتدى القناة وأنتم قموا بالتصويت، وإن أردتم أن أقوم بإعطائها لشخص وأقوم بعمل قرعة ويأخذها شخص أو شخصين أو كما أردتم، يعني الاختيار الذي يجلب الذي يحصل على أكثر تصويتا سأقوم بتنفيذه إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. فشروط الاشتراك في المسابقة فقط هو الاشتراك في القناة ووضع كومنتر محفز أسفل الفيديو ولايك للفيديو، فهذا الأمر فقط الذي أريده منكم لا غير لا أقل ولا أكثر. فالإخوان بالنسبة للتداول فهو عملة خطيرة، فهو مهنة خطيرة جدا ويمكن أن تخسر أموالك، وأيضا فهو مجال يمكن أو من شأنه أن يجعل منك مليونير في بضع سنوات، وهذا ما نريده أيضا. نعم هذا ما نسعى إليه أجمعنا، ولهذا هذا مجال جيد جدا. نعم هذا المجال انا لا اعتمد عليه في لقمة عيش، فقط هذا المجال انا احببته كثيرا واعجبني، فقط هذه الشموع وهذه الانديكيتورز وهذه المسائل كلها فقط احبها واريد ان اشاركها معكم. فهو مجال جميل جدا ويمكن لاي شخص ان يربح من خلاله المال، لكن هناك بعض الاشخاص لا يعرفون هذا المجال، لهذا اريد ان اشاركه في قناتي وأشاركم طرق الربح من هذا المجال أيضا، رغم خبرتي بسيطة إلى حد ما، لكن أعرف أخذت بعض الكورسات وأيضا تعلمت أساسيات الموضوع. وأهم شيء في هذا السوق وهو الجهاز السيكولوجي أو الجهاز النفساني في هذا الأمر، فهو الأمر هو فقط السيطرة على المشاعر، وستكون نعم ستكون في أحسن حال. فالموضوع التداول هو موضوع كبير جدا، يعتقده المبتدئين أن لا مكان لهم في هذا المجال، لكن هم مخطئون كما كنت مخطئ من قبل. كنت أسمع بالتداول أقول هذا المجال مجال البورصة ومجال الأسهم ومجال الأعمال المالية، فهذا مجال كبير جدا بالنسبة لي، ولكن عندما دخلت إلى الأمر وجدته سهل جدا وربحت في أول مرة أدخل إلى هذا المجال، ودخلت إلى منصة بيننس وقمت بتسجيل حساب وقمت ب يعني قمت بشحن حسابي على بيننس، وأيضا قمت بالربح من عملة XRP، قمت بالربح من عملة XRP، ربما يكون حظ، فقط أتيت مع السايكل الصاعد وربحت تقريبا $20 أو ما شابه ذلك، فقط قمت بالدخول بشكل عشوائي، تعرفت على بعض الأمور وقمت بالدخول بناء على هذه الأمور وربحت في أول يوم، لكن ثاني يوم وثالث يوم دائما ما أخسر، هذا أمر عادي جدا بالنسبة للمبتدئ. لهذا الإخوان يرتأيد أن قمت بشرح منصة بيرانس، لأنها من شأن هذه المنصة، والله إخواننا هذه المنصة من شأنها أن تجعل منكم أن تغير حياتكم، أقسم بالله العظيم أن هذه المنصة أجمل ما في الإنترنت، أن هذه المنصة أجمل، نعم هذه أكبر منصة تداول، وأيضا لا أتحدث عن المنصة بحد ذاتها، أتحدث عن مجال التداول، نعم مجال التداول والله إنه مجال جميل جدا، لأنه يجب عليك فقط كما قلت في البداية أن تعرف بعض الأصول وأن تقوم بالطريقة هذه الأمور بشكل بسيط. لهذا إرتأيت أن قمت بشرح منصة بيننس في سلسلة قمت ببدئها من بضع أسابيع، قمت بشرح فيها كيف تسجيل في المنصة وتوثيق الحساب، لأن ضروري توثيق الحساب إن أردت أن تقوم بعملية التداول في المنصة من أجل حماية نفسك أولا وحماية أموالك أيضا. ولهذا قمت بشرح طريقة إنشاء حساب في المنصة وكيفية توثيقه، وشرحت أيضا
كيفية شحن المنصة، كيفية شراء اليو اس دي تي عن ميزات بي تو بي، وكيفية البيع أيضا، وكيفية سحب الأموال، وما إلى ذلك من أمور. إن كنت مبتدئا فقط تابع هذه السلسلة في سلسلة التعلم والتداول بيرنس على قناتنا ريلاي. الآن الإخوان وصلنا في آخر فيديو إلى هذا المكان. قلت لكم في الفيديو القادم إن شاء الله سأقوم بشرح لكم هذه الأمور، سنقوم بالدخول إلى الشرح ونقوم بشرح بعض الأمور التي هي مهمة. نعم عندما نصل لن أقوم بالتطرق إلى هذه الأمور كلها يعني الآن، لكن عندما أقوم بذكر معلومة أو قول مصطلح معين سأقوم بشرحه ونحن هكذا. نعم كما ترى من هذه المكان، عندما تريد أن تقوم بفتح هذا الشرط فقط عليك تقوم بالضغط على هذا المكان وتقوم بتكبير الشرط من هذا المكان. فكما ترون هذا هو الشرط، وهذا الشرط عبارة عن شموع خضراء وشموع حمراء، وهذه الشموع حمراء وخضراء هي السلوك السحري للمتداولين. أمر بسيط جدا، يعني عندما يكون هناك سيطرة من المشترين يكون السوق صاعد، يعني تكون هناك شموع خضراء كما ترون سأقوم بتكبير عن طريق هذا المكان. أردت أن تقوم بالتكبير فقط تقوم بالضغط على الزائد، هنا ناقص، هنا تقوم بالتصغير، وهنا الشرط إلى اليمين أو اليسار هناك ما ترى، وهنا تقوم بالرجوع إن أردت أن تقوم بمسح هذه الانديكيتور، تقوم بالضغط على هذا المكان الريموت ثم تقوم بمسح من هذا المكان كما ترى هنا. هذه هي الشموع اليابانية كما ترى هنا، تقوم بتكبيرها، ويمكنك أن تقوم بتطويل هذه الشموع ونعم دكسها من هذا المكان كما ترى هنا. أمر بسيط جدا، ثم تقوم بالتحكم في هذا الأمر كما تريد. فهذه العملة هي بيتكوين مقابل يو اس دي تي، يعني زوج بي تي سي مقابل يو اس دي تي كما شرحنا في الفيديوهات أو السابقة عفوا. نقومنا دائما نقوم بتحديد العملة من هذا المكان كما ترى هنا، هناك توجد عدة عملات كما ترى هناك، يمكن تحديد أزواج العملات من هذا المكان. فكما المعروف عند المتداولين هو أن البيتكوين هو سيد السوق. لهذا نقوم بشرح على البيتكوين، فكل ما يقع للبيتكوين ينطبق على جميع العملات. نعم لهذا الإخوان بهذا المنطلق سأقوم بشرح لكم بعض الأمور. فالشموع اليابانية هي علم بحد ذاتها، وهي ظهرت في الصين في منذ القدم، كان هناك يقومون بالتجارة من خلال هذه الشموع وما إلى ذلك، فهذه قصة طويلة جدا لا داعي للدخول في هذه الأمور. فالشموع اليابانية كما قلت هي سلوك سعري للمتداول أو للشخص الذي يقوم بالشراء والبيع. كما ترى هنا هذه الشمعة، وكل شمعة يجب عليكم أن تقرأوا هذه الشموع، لأن كل شمعة لها دلالة على السلوك السعري القديم أو الحركة القديمة للسعر. كما ترى هنا في هذا المكان سأقوم بالضغط على هذا المكان، نقوم بكتابة في الشرط أو شيء من الأرقام، نقوم بالضغط على هذه الفرشة كما ترى هنا. نعم هذا القلم هنا، ثم أقوم بتحديد لكم هذه الشمعة. نعم كما ترى هنا هذه الشمعة تسمى من الشموع الإنعكاسية، من هذه الشموع الإنعكاسية، شموع الإنعكاسية، وهي كما ترى هنا، فعندما ظهرت مباشرة انعكس السعر من الصعود إلى الهبوط. انظر هنا عندما ظهرت هذه الشمعة الإنعكاسية، لهذا يجب عليكم أن تقرأوا هذه الشموع. سأبحث عن بعض الكتب وأضع لكم روابطها في الديسكريبسيون لقراءة الشموع اليابانية ودلالتها وماذا تعني وما إلى ذلك من أمور. فهذه من الشموع الإنعكاسية، عندما ظهرت تم تأكيدها بهذه الشمعة طويلة كما ترى هنا، وبعد ذلك تم النزول، السعر قام بالنزول كما ترى عندما ظهرت مباشرة، هناك نزول في السعر إلى هذا المكان كما ترى هنا. وأيضا عندما ظهرت هذه الشمعة، أيضا انظر هذه الشمعة التي لديها ديل طويل من تحت كما ترون هنا، وبعد ذلك قامت بالإغلاق في نفس المستوى الذي يلي هذه الشمعة الحمراء كما ترون هنا، مباشرة السعر صعد بنسبة معينة، نسبة بسيطة جدا يعني كما ترون هنا صعد. سأقوم بمسح هذه الأمور عن طريق الضغط على الريمو ثم هذا المكان. نعم هذه المؤشرات كلها فقط تصب في نهر واحد، وهو تنبؤ أو تنبؤ بالسعر أو تكهن بحركة السعرية القديمة، يعني هل هو سيصعد أم سيهبط السعر أو السوق كما ترى هنا. الآن تعرفنا على الشموع اليابانية، هذه تدل على الشموع اليابانية، ويمكنكم أن تقوم بقراءة هذه الشموع على كل شمعة لديها دلالة وتعني شيء معين، وهذا
بينكم أن تقرأوا هذه الشموع، فكل شبعة لديها اسم ولديها دلالة معينة، وهناك الشموع الإنيكاسية وما إلى ذلك من بيريشيم غورفينغ، وهناك الشوتينغ ستار وما إلى ذلك من أمور. هذه الشموع يجب عليكم أن تقرأها جيدا، لأن هناك من يتداول فقط بالشموع ويكسب من هذا من هذا المجال. نعم، الآن سنتجاوز الشموع الياباني. هذا ما أردت أن أشرحه في هذا الفيديو. الإخوان لا تنسون دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي توصلون دائما بالفيديوهات القادمة، فدائما ما تحدث عن هذه السلسلة.